بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا سكشن امبروفر انتيجرالز، تكاملات غير سويه. وبقولوا عنها غير سويه لانه عاده بكون حدود التكامل عندنا ما لا نهايه او سالب احد حدود التكامل ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه او كلاهما، تمام؟ ممكن تكون من سالب ما لا نهايه يعني على ار كلها بدي التكامل. في تكاملات ثانيه اللي هو تايب 1 هذا اللي انا حكيته فيه، تايب 2 النوع الثاني بكون احد حدود التكامل نقطه عدم اتصال للاقتران. كيف يعني؟ يعني مثلا عندي التكامل جوا التكامل مكتوب لي واحد على جذر اكس ناقص واحد، وين بيساوي صفر؟ لما واحد، لما يقول لي تكامل واحد على جذر اكس ناقص واحد دي اكس غير معرف عند الواحد، صح؟ فانا قلت لك الفتره من صفر لاثنين وين غير معرف؟ هو عند الواحد. فانا بدي اعمل هذا التجزئه، اعملها من صفر لواحد زائد، وهذه إلها شغل. نشوف كيف هذا النوع الثاني. طيب نحكي في النوع الأول وبعدين للنوع الثاني بفرجها الله لما نصل. لما نشوف أحد حدود التكامل ما لا نهاية، قد يتبادر للذهن إنه الجواب أكيد حيطلع ما لا نهاية أو حاجة كبيرة. فنبدأ هنا في بمثال بسيط. بقول إحنا بنعرف رسمة إيش هذه؟ هذا الاقتران الأسي. شوف في عندنا الاقتران الأسي بصفة عامة f of x بتساوي a أس أس x تجاوزا، a أس ممكن أقول g of x، ممكن أقول a أس x زائد واحد، a أس x تربيع ناقص أي حاجة، صح؟ فبصفة عامة إحنا بنقول إذا كان الأساس أكبر من واحد بتيجي رسمة المنحنى بهذه الصورة، إذا الأساس أقل من واحد تيجي المنحنى بهذه الصورة، تمام؟ الاي اس اكس الاكسبوننشال تبعتنا هذا 2.7 من عشرة، صح؟ فبتجينا الرسمة تبعته بالصورة هذا. حلو الكلام. لكن لو قلت اي اس سالب اكس هذا حتغير عندي، حتصير واحد على اي اس اكس، صح؟ فاللي كان متزايد هان حيصير ينقص، كل ما كبرت اكس بينقص الكسر، صح؟ فبدل ما يكون متزايد كل ما كبرت اكس تكبر واي، كل ما كبرت اكس تكبر واي، تصير كل ما كبرت اكس تصغر واي، صح؟ بصير عكسي. المهم الان انا بقول اشوف اقتران زي الاقتران اللي معطينا اياه في بدايه السكشن. بقول لو انا بدي اجيب المساحه تحت منحنى الاقتران اي اس سالب اكس على 2 اللي هي المنحنى تبعه بيجيني بالصورة هذه هيك، تمام؟ بدي أخذها من صفر إلى ما لا نهاية، بدي أشوف المساحة المحصورة. محصورة طبعاً لو قبل الصفر بتكون هذه سايحة، فيش حصر، نقدرش نحسبها، لكن من صفر إلى ما لا نهاية بدي مساحة المنطقة هذه كلها. واضح أنه المنحنى أو محور إكس هو خط تقارب أفقي للاقتران، صح؟ يقترب منه جداً دون أن يمس. اي نعم. فالارقام هنا المساحه كل ما لها بتضيق وبتصغر. فبقول لو بدي اجيب انا المساحه المحصوره، عاده احنا بنقول الاريا هي التكامل، لانه الاقتران اصلا يقع فوق محور السينات، فالتكامل المحدود هو المساحه، صح؟ قلنا الكلام هذا. فانا مثلا كان بدي اخذها من صفر الى ما لا نهايه، طب قول لكم التكامل هذه من صفر لما نهايه هل حتطلع عدد حقيقي ولا تطلع ما لا نهايه؟ بنقول الما لا نهايه بعيده علينا، والما لا نهايه مش عدد حقيقي اللي اعوض فيه، وهي صار امبروبر غير سوي. هذا مش عدد اللي اعوض فيه، احنا دائما نعوض في الحد العلوي ناقص الحد السفلي. فقال طيب اقول لك حاجه، تفضل يا سيدي. قول الان انا بدي اخذ التكامل من صفر الى بي، اخر احسب هذه المنطقه، وبعد ما اخلص اخذ بي تؤول الى ما لا نهايه، تمام؟ فبدنا نعمل كالتالي. هذا التكامل اللي عندي، التكامل هذا هو فكرة السكشن كله كلها،
كيفية التعبير. أنا بدي التكامل من صفر إلى بي للاقتران، وبعد ما أحسب الجواب وخلص باخذ الليمت لما بي تقول إلى ما لا نهاية. هيك بصير عندي منظر التكامل. القصة مش كيف أكامل، القصة كيف أعبر عن اللي قدامي. كيف أعبر عن هذه؟ بنعبر عنها بالصورة هذه. الآن البي عدد حقيقي والصفر عدد حقيقي، لما أكامل بعوض مرة بالبي ومرة بالصفر وبطرح بخلص، بيطلع عندي سؤال أو مقدار بدلالة البي. هذا المقدار بدي أخذ له الليمت لما بي تقول لما للنهاية. أخذنا قبل هيك على قاعدة لوبيتل، لو تعويض مباشر أعطاني عدد خلص صح؟ يعني بقول الليمت للكي أو الليمت الخمسة لما إكس تقول لما للنهاية خمسة، ما فيش إكس أصلا صح؟ وهكذا لو قال لي ليمت ساين إكس على إكس لما إكس تقول لما للنهاية هي لا مش هيجي هنا، لأنه ساين إكس هتكون ما بين السالب واحد وواحد، مش ما لا نهاية، لا بدنا حاجة تكون ما لا نهاية. طيب لو عوضت ما لا نهاية عملناها إيش هيطلع عندي؟ مثلا لو قلنا طيب واحد ناقص كوزاين إكس على إكس لما إكس تقول للصفر، تصور تصور ليمت واحد ناقص كوزاين إكس على إكس لما إكس تقول لما للنهاية، لما للنهاية لا صفر، لا صفر لا بديها لا صفر، صفر على صفر. كيف بنجيبها؟ بلوبيتال، بشتق البسط وبشتق المقام وهكذا. فأنا طول عندي أي حالة من حالات لوبيتال بقدر أكمل النهاية صح؟ المهم خلينا إحنا في سؤالنا هذا، بدي أجيب المساحة لعند البي بس من صفر لبي لهذا الاقتران، ايش بيطلع؟ كيف بدي اكامل؟ طريق تكامل، سؤال عادي من صفر لبي كذا، كيف بدي اكامل؟ هاي سو اسهل اسهل حاجه، شوف اسهل حاجه افرض هذه يو وخلص وريح راسك، بس اسهل حاجه. غير هيك ممكن اقول احنا اخذنا قاعده اي اس اف ب اكس فاف برايم اكس دي اكس بيساوي اي اس اف ب اكس زائد سي صح؟ اذا هنا في مشتقه الاس، فلو فرضت هذه يو هذه دي يو، صار تكامل اي اس يو دي يو ايش بيساوي؟ اي اس يو، عشان هنا اغادير ما تقوليش اربعه، هي فعلا زي الاربعه مزبوط؟ اوكي مش هيك؟ هذه زائد سي، رجع اليو لاصلها اف اوف اكس. فاذا كان الاقتران في مشتقته مشتقه الاس بيطلع الاقتران نفسه. فهذه ايش مشتقه الاس؟ سالب نص، ممكن اضربها في سالب نص وبرا في سالب اثنين وبريح حالي، يا اما بالفرض. اسهل حاجه دائما الحل بالتعويض بالفرض، اسهل حاجه في التكامل. يعني اول ما تبدو زي ما يجي اي سؤال بقول لي حل المقادير التاليه، اول ما افكر فيها بالعامل المشترك، اذا في عامل مشترك باخذه صح في التحليل، وبعدين بشوف ايش الباقي بقدر اكمل. التكامل بالتعويض او بالفرض افضل حاجه. فانا لو جيت فرضت يو بتساوي سالب اكس على 2 يعني سالب نص اكس صح، يبقى دي يو ايش ده تساوي؟ سالب نص صح. طيب دي اكس، طيب دي اكس لحالها دي اكس بتساوي سالب 2 دي يو. انا بدي اخذ الان التكامل العادي تكامل غير محدود اي اس سالب اكس على 2 دي اكس بتساوي تكامل اي اس يو في ايش؟ في سالب 2 دي يو. ايش بيطلع؟ سالب 2 اي اس يو صح؟ زائد سي وتساوي سالب 2 اي اس اكس على 2 زائد سي. حلو الكلام؟ الآن بدي التكامل من صفر لبي للإي أس ناقص إكس على 2 دي إكس بتساوي سالب 2 إي أس سالب إكس على 2 كله من صفر لبي، قوس للبي ناقص قوس للصفر، بدل إكس ببي ده تصير عندي سالب 2 إي أس سالب بي على 2 صح؟ وإي أس صفر في سالب 2 سالب 2 تمام.
التكامل مش يعني هذا سؤال تافه جدا في التكاملات، لا يذكر، مش نتعقد كيف كملنا. انا بدي الان ما بعد ذلك. انا سؤال تكامل عادي، تكامل محدود عادي، فيش في مشاكل. يعني انا لو مسحته وقلتلكم النتيجه تطلع كذا عادي، يعني تقدر تجيبوها بسهوله في الدار من غير واحد مخه ما يلزق من اولها، صح؟ فالان هذه سالب 2 اي والسالب بي على 2، مزبوط. هنا بس عشان البي، خد بالكم، موجبه ولا سالبه؟ البي من الرسم موجبه، وانا بدي اياها تقول لما لا نهايه بعدين، لا موجب ما موجبه. انا بدي الاس هذا يكون موجب، ايش بعمل؟ بنزلها واحد على، صح؟ فهيصير عندي ايش تبعتنا هذه، بدي يصير عندي يساوي سالب 2 على اي اس بي على 2، صح هيك؟ نزلناها تحت زائد 2. هذا هو التكامل او المساحه لعند البي، من صفر لبي، هاي سميناها اي اوف بي. الان لما بدي المساحه اللي عندها سؤال تسال، هو احنا بدنا اياها المساحه من صفر لما لا نهايه قديش؟ احنا درسنا لازم يكون في ما لا نهايه، مش طب احنا ناخذ سؤال بنجيب 50 سؤال بسيطات وخلاص، احنا بدنا الفكره الجديده. الان لما بدي المساحه كلها اللي هي التكامل من صفر لما لا نهايه لا اي اس سالب اكس على 2 دي اكس، هي ليميت الاي اوف بي لما بي تقول الى ما لا نهايه. يعني ليميت هذا الكلام، ليميت سالب 2 على اي اس بي على 2 زائد 2 لما بي تقول الى ما لا نهايه. اي اس ما لا نهايه اللي تحت، اي اس ما لا نهايه، ما لا نهايه سالب 2 على ما لا نهايه صفر، سالب 2 على ما لا نهايه صفر، صفر زائد 2 بيطلع لي صفر زائد 2 ويساوي 2. اذا هذا التكامل على الرغم من انه احد حدوده ما لا نهايه، الا انه ما طلعش الجواب ما لا نهايه، طلع عدد حقيقي 2. اذا هذه مساحه محدوده. هذا النوع بسموه امبروبر انتجرال اوف تايب 1 من النوع الاول، اللي هو بيكون احد حدود التكامل او كلاهما هو ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه. كيف بأتعامل في حال أجاني سؤال في حدوده ما لا نهاية؟ هذه الفكرة. بعد هيك كل الأمثلة اللي بدنا نقولها، بس المطلوب لجديد درس اليوم إنه كيف أعبر عنه بدلالة الليمت فقط، والباقي شغلكم، تمام؟ يعني مثلا زي ما عطيته للطلاب امبارح وتعقدوا ما عرفوش يحلوه الصحيح، غير انا اللي مش غششتهم، إياه حلت لهم اياه، عملت معهم معروف. كيف يعني؟ هم نشوف، بس انا متاكد انه حلاقي اكثر من واحده معي، واحده بدناش نتفائل كثير. الان لو كان عندي، خلوكم معي، لو كان عندي تكامل من اي الى ما لا نهايه، طبعا احنا بنعرف شرط الاقتران عشان يكون قابل للتكامل هو ايش؟ اتصال. احسنت، لازم يكون متصل بس. أما قابلية الاشتقاق لا، إذا كان قابل للاشتقاق فهو متصل، وإذا متصل فهو قابل للتكامل. حتى إحنا عندنا لو كان في تقطيع discontinuity، finite discontinuity بيكون قابل للتكامل برضه، زي ما قلنا الاقتران الدرجي. بقدر أحسب تكاملات له على فترة معينة. أوكي، الآن عندي definition، في تعريف عندنا في نهاية الصفحة. الأولى بقول لكم إنه إذا كان التكامل احد حدوده ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه بنسميه امبروبر انتجرال اوف تايب 1. الان اذا كان الاقتران اف اوف اكس متصل على الفتره من اي مغلقه الى ما لا نهايه، فان هذا التكامل يمكن التعبير عنه بليمت. وعشان انتم يعني تستوعبوا الكلام المكتوب، دائما بداخل حدود تكامل من اي لبي، حلو الكلام؟ لو اجت ما لا نهايه هان بدي اشيلها واحط مطرحها ايه، لو اجت ما لا نهايه بدي اشيلها واحط مطرحها بي، كويس؟ انا هان عند ما لا نهايه وين؟ فوق على شقه البي، بدي احط بي، بتساوي الليمت لما بي تقول الى من وين لوين؟ من ايه لبي لاف اوف اكس دي اكس، تمام؟ طيب لو كان الاقتران متصل على الفتره سالب ما لا نهايه لبي،
يبقى التكامل من سالب ما لا نهاية لبي لأف اوف اكس دي اكس ايش نعبر عنه؟ بالليمت. ليمت لما A تقول لسالب ما لا نهاية لتكامل بدل هذه من A لB F of X DX. تمام؟ لو كان الاقتران متصل على كل R فالتكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية ل F of X DX بيساوي هذه بدي اجزئها، ممكن اخذها من سالب ما لا نهاية لصفر ومن صفر لما لا نهاية، او يعني زي ما قلت لكم قبل شويه لو كان عندي اقتران واحد على اكس ناقص واحد دي اكس وين غير متصل؟ فانا مثلا كانت من سالب ما لا نهايه لواحد او من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه بدي اخلي التجزيء بالواحد، ممكن احط الصفر، ممكن احط الصفر يكون هو اللي بجزئ للفتره، فاحنا بنكتبها بصفه عامه هذا التكامل بيساوي من سالب ما لا نهايه لسي زائد من سي الى ما لا نهايه، صح؟ قال لي خاصيه الاضافه هذه ولا لا؟ اف اوف اكس دي اكس اف اوف اكس دي اكس. الان هذه بيعبر عنها بليمت لما اي تقول لسالب ما لا نهايه من اي لسي اف اوف اكس دي اكس زائد ليمت لما بي تقول لما لا نهايه تكامل من سي لبي ل f of x dx. تمام هيك؟ هذا بكامله لحال، هذا بكامله لحال، بعدين بجمعهن بيطلع عندي التكامل. يبقى كيف انا اتغلب على حاله وجود ما لا نهايه في حدود التكامل؟ هي بالامبروبر انتجرال. تمام؟ طيب نشوف المثال الاول. المثال الأول عندنا بيقول بده تكامل من واحد لما لا نهاية للن على إكس تربيع. بده find example، بده evaluate تكامل من واحد لما لا نهاية للن إكس على إكس ولا إكس تربيع؟ إكس تربيع، مش مشكلة دي إكس. طيب اللن عادة اللن ومضروب في حاجة دائما نعمل بالأجزاء، صح؟ فأنا بدي أروح هذه ممكن أعيد كتابتها على صورة التكامل من واحد لما لا نهاية للن إكس في إكس أس سالب 2 أو واحد على إكس تربيع دي إكس، صح؟ طيب الآن بقدر أقول هذا يساوي الليمت من واحد لبي لما بي تقول إلى ما لا نهاية للن إكس في اكس اس سالب 2 دي اكس. الان انا بدي اخذ تكامل هذا لحاله بدون الليمت، وفي الخطوه الاخيره باخذ الليمت. هذا تكامل سؤال عادي ملوش دخل في درسنا اليوم، هيك درسنا اليوم خلص. انتم بدكم تكملوا التكامل، مفروض مش هسيبه لكم. فالان بدي اخذ يو، طب احنا عارفين الصيغه تكامل يو دي في ساوي يو في ناقص تكامل في دي يو، صح؟ فأنا بدي أخذ اليو هي لين إكس، فبتطلع دي يو هي إيش؟ واحد على إكس دي إكس، وبكون تخلصت من اللين. بدي أخذ إكس أو دي في هي إكس والسالب 2 دي إكس، لو كملناها إكس والسالب واحد على سالب واحد، صح؟ فبصير ال V بتساوي سالب واحد على X، صح هيك؟ بدون دي إكس. طبعا لو عملت العكس، لو أخذت اللين هنا والإكس تربيع هنا، هذه لا تنتهي بالاشتقاق. إكس والسالب ثلاثة، إكس والسالب أربعة، مظبوط مش تخلصش. وبالتالي ما في، بعدين إيش الفائدة إني أحط هنا اللين وأكامله؟ إحنا قلنا قانون عندنا لين الإكس تكامله، أظني اكس لين اكس ناقص اكس حاجه زي هيك، قلنا تحفظوها لو لزمتكم تحطوها على طول بمشي الحال، لكن ما فيش داعي اقول انا اتذكر في القانون او اشتقه من اول وجديد. فهيك افضل حد. هذا الفرض. الان نقول اذا تكامل من واحد لبي للين اكس لين اكس في اكس اس سالب 2 دي اكس بيساوي يو في ناقص في دي يو، مظبوط؟ يو في سالب واحد على اكس
لين إكس ناقص في ناقص عندنا ناقص تحت القانون زائد. قبل ما أكمل الزائد في عندي حدود تكامل من واحد لبي، هي حتنحط على التكامل اللي بعده لكن بنساها هان زي ما نسيناها في الكتاب وعدلناها صح في التكامل. زائد التكامل من واحد لبي لفي ديو هذه في هاد واحد على إكس تربيع واحد اللي هي إكس السالب اثنين دي إكس، وهذه سهل أكملها ولا لا؟ فبيطلع عندي اللي هي عبارة عن بدنا نجيب هذه يساوي قوس للبي ناقص قوس للواحد سالب لن البي على بي صح؟ حطي واحد لن الواحد صفر في واحد في سالب واحد صفر زائد ايش تكامل هذه؟ هيها هيها سالب واحد على اكس موخوذ من وين لوين؟ صح هيك؟ طيب يبقى ايش حيساوي عندي؟ سالب لن بي على بي سالب. طيب هذه خلينا نقول زائد ها قوس للبي ناقص قوس للواحد بزياده وقت وزياده وسع بنعطيك وقت، يبقى سالب واحد على بي ناقص سالب واحد صح؟ سالب سالب واحد حتصير موجب واحد. نمسح اللوح اللي هان هذا، هذه القاعده او المكتوب في الديفينيشن. لا لا هذا بدنا شيء اول اللي سرحوا في هذا المثال ما يسرحوش كثير، حتى لو غمضت عينيك واستنيت لما خلصت انا مش مشكله لانه سهل تجيبيه في الدار سهل، ما تعقديش حالك في حاجه بسيطه ممكن تمشي معها بالراحه. يبقى انا عندي بصير عندي اذا تكامل، بس ننقل الصفحه هان تكامل واحد لبي لن اكس اكس السالب 2 دي اكس بتساوي سالب لن بي على بي ناقص واحد على بي زائد واحد صح؟ الآن التكامل تبعنا من واحد لما لا نهاية للن إكس على إكس تربيع دي إكس بده يساوي ليميت، أو ما كان قلنا إحنا بالتعويض في واحد وخلص ولا لا؟ هاي واحد بالتعويض في واحد بدل القصة هذه كلها. نقول هان substituting in substitute بقولوها أو substitution سبستيتيوت ما علينا اخذناها احنا الان سبستيتيوشن ان 1 يبقى التكامل تبعنا هو التكامل واحد لما لا نهايه برضه رجعنا لها لن اكس على اكس تربيع دي اكس تساوي ليميت لما بي تقول لما لا نهايه للجواب اللي طلع عندي ناقص لن بي على بي مش راضي يكتب امر الله بدي اكتب بالقلم الجديد بعين الله ناقص لين بي على بي ناقص واحد على بي زائد واحد أوضح هذا؟ أوكي أوكي تمام؟ لسه الآن بدنا نعوض واحد على بي وبي ما لا نهاية صفر والثابت واحد، يبقى بقدر أقول أوزع الليمت بيساوي الليمت سالب لين بي على بي هذه بالتعويض المباشر ما لها ما لا نهاية لما بي تقول لما لا نهاية ناقص صفر زائد واحد، يعني كأني وزعت الليمت، ليمت الأول ناقص ليمت الثاني زائد ليمت الثالث، هذه هي ليمتها، هذه هي الليمت، ظلت هذه، هذه على لوبيتال، ما لا نهاية على ما لا نهاية، يبقى حتساوي ليمت لما بي تقول إلى ما لا نهاية، اشتق البسط واشتق المقام، هذه واحد، هذه واحد بنطنشها، سالب واحد على بي زائد واحد حط بي ما لا نهاية يبقى بيطلع صفر زائد واحد ويساوي واحد. لو رجعنا من أول وجديد بلاقي الكلام هو سؤال تكامل بالأجزاء مش سؤال الجديد فيه بس هذا الجزئية خلصنا من هان لهان لما وصلنا لما خلصنا كله كلام قديم أو لهان التكامل خلص وهذا رجعنا للنهايات تبع لوبيتال كيف؟ بالراحة خلينا نسمع ها قولي كيف كملت كل واحدة لحالها؟ هان كملت كل واحدة لحال ولا هان؟ ما كملتش بالأجزاء
على القاعد تكامل يو في يو دي في بيساوي يو في هذه مضروب في هذا اه هذه دي في فرضتها هذا اسم من طرق التكامل اي طريقه ثانيه بتعرف تكامل فيها كامله فيش مشكله بتعرفي لما اقول لك تكامل اكس في ساين اكس مثلا دي اكس بتعرف تكامل غير تكامل بالاجزاء او بالجدول لانها تنتهي بالاشتقاق بالجدول في عندك غير هيك هاي اللي بنعرفه احنا اخذنا طرق التكامل عشان تساعدنا بعد هيك تمام هل لديك أقوال أخرى؟ طيب ماشي هاي المثال الأولاني تبعنا المثال الثاني هذا أعطيته للطلاب وتعقدوا فيه شوية بس أنتوا الحين لمحت أنه في الكتاب أكيد طب من غير ما تتطلعوا لو قال لي تكامل واحد على واحد زاد إكس تربيع دي إكس مين هذا؟ ممتاز تان إنفرس تعقد صار يقول بنضرب البسط بدهم يضرب البسط في 2 اكس بنفعش بضرب في ثابت اه عم اضرب هيك بضرب البسط في 2 اكس بضرب المقام في 2 اكس هو بده يضرب في 2 اكس ويقسم برا على 2 اكس بنفعش ايش اللي بيطلعه برا لما يكون ثابت اما الاقتران ما بيطلعش برا التكامل ممكن اضرب في 2 اكس والمقام في 2 اكس ماشي الحال في فيش مشكله لكن اني اضرب في 2 اكس وبرا بنفعش ففكروا مش عارفين ناسين تان انفرس هذا تان انفرس صح وتبعت الساين انفرس والسك كل الحاجات هذه لازم نتذكرها هاي الجديد عليك وهذا العلم الجديد كله اكثر من الانفرس الاولاني هذا العلم اللي بيلزمنا كمان في المعادله التفاضليه فبدكم تركزوا عليه اه احنا في سؤالنا الحين بده من وين لوين من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه تمام بقدر اجزئها اقول تكامل من سالب ما لا نهايه لا صفر لواحد على واحد زائد اكس تربيع دي اكس يلا بالمرة وزعنا التكامل هيك يلا زائد التكامل من صفر لما النهاية لواحد على واحد زائد إكس تربيع دي إكس صح؟ من سالب ما هي صفر زائد من صفر لما النهاية ليش أخذت الصفر؟ صفر أسهل إلي أنا في التكامل تان إنفرس مش مشكلة طب لو حطينا واحد واحد هان وواحد هان برضو عادي لأنه تان إنفرس للواحد باي على أربعة مظبوط؟ الخمسة وأربعين اه نعم اوكي الان بنقول هذا بيساوي على مربر ليميت بدي اخذها من اي ل 0 يبقى احط الاي تقول لايش اجت بدل سالب ما لا نهايه هي محل السالب اجت 1 زائد اكس تربيع دي اكس زائد ليميت هقول هنا من 0 لمين لبي وبي تقول ما لا نهايه لا دي اكس واحد على خلينا زي ما احنا واحد على برضو القلم لا لا قلم لوح يكون زي هاد اشوف اكس اوكي انا شايف مش مشكلة مش مشكلة وهنشوف طبعا كيف هكتب انا وزانا مش شايف انا اللي لازم اشوف في الاول آه إن شاء الله طيب حاضر حاضر كويس هيك الآن بدنا نأخذ التكامل هذا لحال من غير هذا مش مستاهل لأنه جاهز صح ما فيش فيه شغل هذا بيساوي لنا الليمت لما A تقول لسالب ما لا نهاية لمين هذه تان إنفرس X من A لصفر صح زائد الليمت لما ب تقول الى ما لا نهايه تان انفرس اكس من صفر الى ب تمام هذا حيساوي الليمت برا صح اي تقول الى سالب ما لا نهايه نفتح قوس تان انفرس صفر ناقص تان انفرس الاي ناقص تان انفرس اي صح اه اكيد هذا خلص هو ما دام كويس بقى قلمك اكيد زائد الليمت لما بي تقول الى ما لا نهايه هنقول تان انفرس البي
ناقص تان انفرس الصفر، صح؟ طيب ايش الزاويه اللي ظلها صفر؟ صح، التان انفرس، التان انفرس ايش الفتره تبعتها اللي هي معرف عليها؟ ايوه اللي هي الثاني معرف عليها عشان تكون 1 تو 1 يكون لها انفرس. الفتره تاعتنا سالب باي 2 لباي 2 اوبن، صح؟ لانه في الساين كانت كلوز. شفتم بنتذكر هنا وبنزمننا. ف الصفر بقع في نص الفتره، يبقى هذا الصفر يقعد يسوي لنا يساوي ليميت لما ايه تقول لسالب ما لا نهايه، هنا صفر ناقص تان انفرس للاختصار، هذه بصفر وهذه بصفر، مظبوط؟ عشان الوقت بس وعشان الوسع. يبقى هذا حيساوي لنا ايش؟ سالب تان انفرس الاي، وهذه بصفر، زائد ليميت لما بي تقول لما لا نهايه لتان انفرس البي. طيب نمسح الشقه هذيك بس لعندها سؤال تسال، واللي بتحكي يا حاج مفيد يا بلاش، واحد بتشرح للثاني قاعده تقول. طب تساليني انت او شاهد وانا بجاوبكم، تمسيرش فوضى، تفضلي. ماله مش وقته السؤال هانا، بعدين اسال الاسئله الثانيه بعدين. الان تان انفرس هذه واضح انها تان انفرس السالب منها، السالب بقدر اطلعه برا فيش مشكله، او خلي تان انفرس سالب من النهايه. احنا بنعرف رسمه التان هي من سالب باي 2 صح مفتوحه، وين بتساوي سالب ما لا نهايه؟ وين؟ عند السالب باي 2. وين بتروح لما لا نهايه؟ عند الباي 2. يبقى هذه باي 2 وهذه بتصير ايوه حتساوي السالب سالب باي 2 زائد باي 2 هذه ويساوي باي. تمام، هذه كيف جبناها؟ بتقدر تطلع السالب زي ما او تخليها تان انفرس السالب ما لا نهايه، ايش الزاويه اللي ظلها سالب ما لا نهايه؟ ايش الزاويه اللي ظلها سالب ما لا نهايه؟ هيها السالب باي 2. وايش الزاويه اللي ظلها ما لا نهايه؟ باي 2. حسبناها طبعا، هذا لحاله وهذا لحاله، بيطلع عندي باي. فيش مشاكل في السؤال؟ ما فيش، لانه تكامل. هذا المثال الثاني. طيب لسه احنا ضايل معنا وقت، ها بدينا نلزق مخنا ولا بنستوعب؟ لسه فريش، ها؟ ايش قلنا احنا حتى الان؟ كيف اتعامل مع ما لا نهايه؟ بحط الليمت والباقي شغل قديم، فيش شيء جديد. يبقى خلص يعني ممكن تحط راسك وتنام الحين، خلينا نشرح للصبح، الموضوع بسيط صح؟ لانه هاي فكرته، هذه كيف اعبر عنها؟ هاي جزأناها بناء على ايش حطينا هدول؟ اللي بيفيدني. طب لو جربنا واحد قول لكم حيطلع نفس الكلام؟ حيطلع ولا لا؟ لو حطينا واحد هنا وواحد هنا نشوف نشوف يعني حر. طب بدي احط واحد انا هنا بدلها مثلا، خلينا نشوف بس تان انفرس الواحد باي على أربعة، تان انفرس الواحد طب تان انفرس الخمس ما لا نهاية باي على اثنين ناقص باي على أربعة بطلع باي على أربعة. طب أنا السؤال هالحين هل حيطلع نفس المقدار ولا لا؟ طب خليني أدور هيك أحله براحتي، ها؟ وبشوف إذا ظبط نفس الكلام مش وقته، خلينا نشوف، لأنه شكله حيطلع باي 2، ها؟ مش حيطلع هيك أنا بتهيألي، بس أكيد ما يكون حاجة معينة، في شروط لازم الواحد ياخذ باله منها. نشوف. أجى في بالي سؤال أنا، أو فكروا، حاولوا في الدار شوفوا، إنه لو عوضنا بدل الصفر، لو حطينا بدل الصفر واحد، بينفع ولا بينفع؟ وإيش كمان؟ ممكن أحط أي رقم ثاني، طب هل لو حطيت مثلا بدل الصفر لو حطينا صفر لو حطينا واحد على جذر الثلاثة مثلا من واحد بدل الصفر بنفع؟
واحدة زدت ثلاثة اللي هو تان مين؟ تان باي على ثلاثة، باي على ستة اللي هو باي 30 باي 30 مظبوط. هل بينفع ولا بينفعش لو حطين؟ لأنه أنا عندي السي أي رقم صح؟ هل بينفع أي رقم حيعطيني نفس الجواب ولا لا؟ خلينا ندور عليه هذا. شوفوا في الدار بدنا نشوف هل الجواب حيطلع نفس الإجابة ولا لا. لو أي واحد حطت أي رقم، لو طلعنا صفحة 72 في جاء الصفحة تحت 72، ارجعوا لبداية التعريف آخر الصفحة 72 بقول لك where C is any real number في آخر سطر. C أي real number تقدر تحطي، فإحنا حطينا الصفر، ممكن أحط الواحد، ممكن أحط الواحد جذر الثلاثة، ممكن أحط جذر الثلاثة صح؟ ممكن أحط أي أرقام تانية أشوف هل بينفع ولا بينفع؟ هل حيعطيني نفس الجواب ولا لا؟ نحاول فيه في الدار ونشوف ماشي؟ خليه للتفكير. الآن نشوف وصلنا عند اللي هو مثال ثلاثة أو ذا انتجرال تكامل واحد لما نهاية لا تكامل واحد لما لا نهاية لدي إكس على إكس أس بي، يعني تكامل واحد لما لا نهاية لإكس أس سالب بي دي إكس صح؟ هاي منظر السؤال عادي وبقدر أكامل. بس السؤال الآن هذا المثال النتيجة تبعته تعتبر قاعدة نعتمد عليها فيما هو باقي في هذا السكشن وفي سكشن 10 تبع الباور سيريز أو السيريز عموما المتتاليات والمتسلسلات كمان تمام. ما نصل إليه من هذه القاعدة تبعت المثال هذا تعتبر قاعدة بتلزمنا وحنكررها أكثر من مرة وحنسميها حسميها تسمية من عندي أنا نسميها البي رول قاعدة البي. البي اللي هي الأس تبع الإكس تمام. خلاصة النتيجة قبل ما نشوفها بتقول النتيجة إنه هذا التكامل ولو إنه من واحد لما النهاية يتقارب أو يقول إلى قيمة عددية حقيقية إذا كانت البي أكبر من واحد. عشان هيك قاعدة بقول لكم إذا كانت البي أصغر أو تساوي واحد هذا التكامل يا بيطلع ما لا نهاية بيطلع كمية غير معينة تمام. إذا كانت البي أكبر من واحد هذا التكامل حيطلع له إيش قلنا؟ قيمة حقيقية أو عدد حقيقي وبنسميه بالإنجليزي مصطلح حنصير نستخدمه كتير برضو نقول the integral أو the improper integral converges. converge لحالها يعني يتقارب من كذا. زي ما أقول لكم أكيد مرت عليكم المتتابعات واحد على N سمعتوا في المتتالية؟ عوض الحد الأول إيش فيها؟ واحد الثاني نص البعده ثلث ربع امشي بتلاقي مثلا بروح للواحد على مية صح؟ وبعدين وين بروح؟ واحد على إيش بصير يعني هذا؟ صفر واحد بعدين صفر 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 واحد وين رايح؟ تقول لإيش؟ للصفر. تقول للصفر العدد كل ماله بصغر يقول للصفر. فكلمة يقول نقول converges to يقول إلى أو يتقارب إلى عدد معين. فأنا بدي أخذ المصطلح بس كلمة يقول إلى أو يتقارب من عدد معين وهذه المتتاليات هنأخذها إن شاء الله في السكشن الجاي أو في الشابتر الجاي إن شاء الله. فإذا كانت بي أكبر من واحد بنقول هذا التكامل converges. إذا أقل أو يساوي واحد نقول diverges. مكتوب الكلام كله converges أو diverges. converges يتقارب من diverges اللي هي يتباعد لا يقترب من قيمة معينة. هذه خلاصة اللي بدنا نقوله في المثال. وإحنا ممكن يعني الإثبات مش صعب وبدي مش مطلوب منكم نأخذ بس نتيجة هذا المثال ماشي؟ نشوف كيف أجل أو ليش لما بيه أكبر من واحد بتكون converges وأقل من واحد أو تساوي واحد diverges. نشوف هذا سؤال عادي لما بدي اكامله ايش بدي اكامله ايش بدي اساوي؟ واللي تعلمناها الحين في ما لا نهايه امبروبر انتجرال في ليميت. وين راحت الليميت؟ ما انا شفتك وبعدين طملت راسك حطيتها في الكتاب بس أنا تطلع تقولي هيك ما قلتيش أنا شفتك اطلعتي بقدر تقول بعدين بطلت هذه بالليمت في الأول وبعدين كملوا صح؟
صح على الفاضي راحت عليكم خلص على الفاضي على الفاضي. الليمت هنحطها انا بي اه بي تقول الى ما لا نهايه للتكامل من واحد لبي لا اكس وسالب بي دي اكس. المفروض انا بدي اخذ التكامل بعدين اخذ الليمت من واحد لبي لا اكس وسالب بي دي اكس. مفروض بتسوي لنا اكس وسالب بي زائد واحد على الاس الجديد صح زائد سي. بس عندي هنا عندي من واحد الى بي. طبعا الواحد والبي بنعوض محل مين؟ الاكس. محل الاكس الاكس المتغير صح البي اس. فهذا حيسوي لنا عباره عن ايش؟ قوس للبي ناقص قوس للواحد بدها تصير بي اس. طب هذا انا بدي اطلعها برا هذه هذه بقدر اقول واحد على سالب بي زائد واحد في من واحد لبي صح؟ بدي اعمل زي هيك وقوس للبي ناقص قوس للواحد مش هيك بنفع؟ عشان نرتب الامور عشان بس يضلنا اخذ معي الواحد على واحد على سالب بي زائد واحد. الان بدنا نعمل قوس للبي خلص طلعت هذه ها طلعت هان بصير بي اس بي اس سالب بي زائد واحد ناقص واحد اس كذا واحد واحد اس اي حاجه عدد حقيقي بالذات انه البي اس واحد. طيب البي اه معطي مش معطيني شرط عليه اوكي for what values of b does the integral converge. طبعا احنا البي مش محدد لان احنا لسه حكينا لكم القاعده اذا بي اكبر من واحد كونفيرج اذا قل او تساوي يبقى البي يحتمل اي قيمه ولا لا ما في شروط عليه. الان هذا الكلام اللي قدامي هذه انا ممكن احطها على على احطها واحد على واحد على بي ناقص واحد آه كويس كويس. طب بقدر اقول واحد على واحد ناقص بي صح هيك؟ ايه في واحد على بي اس اه المفروض هي بي اس سالب بي زائد واحد المفروض تساوي واحد على بي اس سالب بي زائد واحد مع تغيير الاشاره صح؟ بدها تصير بي ناقص واحد بدها تصير عشان في ناس تسرح فيها بتقعد تحسب فيها وانا بكمل واحد على بي اس بي ناقص واحد ناقص واحد صح هيك؟ طيب الان بدي اخذ الليمت اذا الانتجريشن تبعنا بده يساوي الليمت لواحد على واحد ناقص بي لواحد على بي اس بي بي ناقص واحد ناقص واحد صح هيك؟ لما بي تؤول الى ما لا نهايه. الان هي ناتج التكامل. السؤال الان البي بدي احط مطرحها ما لا نهايه. خلوكم معي بس ناخذ الفكره هون عشان تجاوبوا معي دائما الهامش كويس. لما اقول واحد على بي طيب واحد على اكس والسالب واحد مش بقدر اطلعها فوق بصير اكس اس قد ايه بتطلع اكس صح. طيب الان لو اكس بما لا نهايه الاكس نفسها بما لا نهايه ما لا نهايه والسالب واحد هتطلع لي فوق بما لا نهايه صح. طيب لو كانت واحد على اكس اس واحد والاكس برضه ما لا نهايه هذه صفر لكن هذه ما لا نهايه يبقى انا الان عند البي هي الما لا نهايه اذا الاس موجب بمعنى البي اكبر من الواحد حيظل بي اس ما لا بي اس عدد موجب او ما لا نهايه اس موجب حتضل ما لا نهايه تحت مش حقدر اطلعها فوق بصير واحد على ما لا نهايه بصفر صفر ناقص واحد سالب واحد كونفيرج يعني تقول لعدد حقيقي. طب تصوروا لو البي اقل من واحد البي اقل من الواحد بي ناقص واحد والبي اقل من واحد حيكون هذا اس سالب. طيب ما لا نهايه اس سالب بطلعها فوق بصير ما لا نهايه اس موجب ما لا نهايه ما لا نهاية ناقص عدد ما لا نهاية يبقى دايفيرج. لذلك هذا المقدار لا يتقارب مش هقول يتقارب لا يتقارب ايش حيطلع الليمت تبعته. الان بدي احط البي اكبر من واحد
لما بي أكبر من واحد هذا هيروح للصفر، هيظل عندي سالب واحد مضروب في هذا المقدار. يبقى بقدر أقول سالب واحد على واحد ناقص بي. طب نزلوا السالب تحت، بي ناقص واحد، بي ناقص واحد صح؟ يبقى تصير واحد على بي ناقص واحد لما بي أكبر من واحد. طيب لما بي أقل من واحد هيطلع لي ما لا نهاية، اتفقنا ولا لا؟ لما خلاص اتفقنا ما لا نهاية. أوكي، يبقى هذه أنا أخذت أكبر من واحد وأصغر من واحد، ضل عندي مين؟ الواحد أو يساوي واحد. مش هاي الحالات أكبر أصغر أو يساوي، هنبين إنه في اللي يساوي الواحد برضو هتطلع لي ما لا نهاية. لو بي بواحد هنصير هنا اللي معلش حرقت هنا صح؟ واحد على إكس خلص ما فيش داعي هنا، خليها زي ما هي، هذه بننساها صح؟ بنعبر عنها في الأول بالصورة هذه وبعدين بنقول إيش؟ الكلام اللي أنا قلته كله مكتوب عندكم بس مش كل التوضيح يا ستي. هم ليش غير؟ يبقى هاي ليميت تكامل من واحد لبي لما بي تقول إلى ما لا نهاية لواحد على إكس دي إكس بيساوي الليميت لما بي تقول لما لا نهاية للن أبسليوت إكس، موخود من وين لوين؟ من واحد لبي. لما حط واحد صفر انسى الواحد، حط البي لن البي. طب بي ما لا نهاية، لن ما لا نهاية برضو ما لا نهاية، إذا ما لا نهاية برضو لما البي أقل أو تساوي الواحد صح؟ هل ناتج التكامل لما يكون ما لا نهاية هل هذا عدد حقيقي؟ لا. لما بي أكبر من واحد هذا عدد حقيقي ولا لا؟ نعم بقدر أجيبه لأنه بعيد عن أصفار المقام كمان أكبر منه، وبالتالي بنقول هذا التكامل يتقارب من القيمة كذا أو يتباعد عن القيمة كذا. أوكي، وين الكلام هذا مكتوب؟ اللي هي converge diverge، شكلي أنا قافز عنها قبل المثال مكتوبة. لو طلعت في صفحة 73 في رأس الصفحة عشان كلمة converge diverge اللي هي هذا التعبير شايفينه اللي هي صفحة 73 في رأس الصفحة، هذا تعقيب على الديفينيشن اللي فيه من A لما لا نهاية أو من سالب لا نهاية لB أو من سالب لما لا نهاية. في جميع الأحوال إيش ما يطلع عند الناتج إيش بقول هان؟ In each case في جميع الحالات أو في أي حالة منهن If the limit is finite يعني عدد finite محدود يعني صح؟ إذا ناتج التكامل عدد محدود، طبعا لما لا نهاية بالإنجليزي إيش بنقولها؟ Infinity أو بنقول infinite number عدد لا نهائي اللي هي لما لا نهاية. وبالتالي if the limit is finite يعني طلع لي عدد حقيقي في الآخر we say the improper integral converges يعني يتقارب من عدد محدد and that the limit is the value of the improper integral. حلينا أكثر من سؤال، إيش طلع باي وإيش طلع واحد وإيش طلع سالب واحد، نقول converges للواحد أو السالب واحد. if the limit fails to exist يفشل في الوجود يعني غير موجود the improper integral diverges بكون متباعد. وبالتالي في نتيجة مثالنا هذا اللي هنسميها البي رول، قاعدة البي إنه هذا التكامل converges إذا كانت البي أكبر من واحد وdiverges إذا كانت أصغر أو تساوي الواحد. ممكن في سؤال بسيط أقول classify the following improper integrals which converges and which diverges. صنفي كل من التكاملات التالية الغير سوية مين فيهم converges ومين فيهم diverges على القاعدة تبعتنا. التكامل من واحد لما لا نهاية لدي اكس على جذر اكس اكس اس نص، النص هنا اكبر واحد ولا اصغر؟ اصغر، يبقى diverges. القاعدة أصغر أو تساوي واحد diverges مظبوط diverges. إذا كانت البي أكبر من واحد converges. يبقى لو قال لي التكامل من واحد لما لا نهاية لدي إكس على إكس أس ثلاثة على اثنين يبقى converges أكبر من واحد. تكامل من واحد لما لا نهاية دي إكس على إيش نقول ما يقولنا لو قلنا الجذر التكعيبي لإكس
طب لو قلنا على اكس تربيع كونفيرت صح كونفيرت واكيد بيطلع له قيمه ممكن نحسبها. اوكي هذا هو المثال ثلاثه بنكون لا لسه ضايل معنا 10 دقائق كلمتين الان اللي جايها ما قلناش كثير ما قلناش كثير لا ما قلناش كثير قلنا احنا تكاملات سهلات كل اللي قلناه اني لما يكون في مناهج عبر عنها بالليمت هاي كل اللي قلتوه والباقي كله ايش ايجاد تكاملات ضايع عشان عبر ما يجوا مزبوط. اوكي الان انتجرالز with vertical asymptotes integrals with vertical asymptotes خطوط تقارب رأسية يعني المقام عندي بيساوي صفر صح بشكل vertical asymptotes كنا ندور عليها في كالكولاس ايه صح أصفار المقام ندور عليها وأصفار المقام يعني وين الاقتران غير معرف صح بالضبط لا مش هنقول ولا حاجة من الكلام هذا نهائي لا 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 بس مجرد النظر في الاقتران اشوف وين ايش اصفار المقام اصفار المقام اذا كان ضمن فتره التكامل بجزئ الفتره من الى بحيث ان يكون هن نقط فصل بس مش اكثر ولا حاجه بالضبط يعني نشوف الديفينيشن نشوف الديفينيشن ايش بيقولوا بعدين بنفسر نشوف اي حاجه مش واضحه بوقف على طول اوقف من الحين لا لا اوكي طيب definition integrals of functions that become infinite at a point within the interval يعني داخل within the interval of integration are improper integrals of type 2 الاقترانات التي تصبح ما لا نهاية عند قيمة داخل فترة معينة يسمى improper integral من النوع الثاني ايش يعني زي ما قلت لكم لما اقول تكامل من واحد على اكس من سالب واحد لواحد دي اكس هذه تصبح ما لا نهايه عند الصفر والصفر موجود ضمن الفتره اللي قدامي هذه بنسميها امبروبر انتجرال اوف تايب 2 تمام خد بالك انا اخذتها من سالب واحد لواحد ممكن اخذها من سالب واحد لواحد لدي اكس على اكس تربيع كونفيرج ولا دايفيرج هاد؟ كونفيرج وقعتكم في الغلط على طول من واحد لما لا نهاية مش هيك تاخذوا بالكم صح ولا لا؟ اخذ بالي هذه ما ينفعش هذه ما لهاش دخل في هذا هذه تايب 1 هذه تايب 2 هذا نوع ثاني هذا تتجزأ وين بتساوي صفر؟ المقام عند الصفر بجزئها من ناقص واحد لصفر زائد من صفر لا سهل تقعوا على طول بغش كل واحد لأنك في الامتحان ممكن تكون تريك بسيطة الغالبية يقعوا فيها. طيب أوكي. فهي النوع الثاني اللي بقول ممكن تكون ضمن الفترة. نشوف نمبر 1 if f is continuous on a و b interval مفتوحة من عند الـ a يعني عند الـ a مش معرف. واضح؟ الـ b closed and discontinuous at a تمام؟ غير متصل عند الـ a غير متصل عند الاي الاي مفتوحه هاو البي كلوز يبقى ذن التكامل من اي لبي بده يصير عندي التكامل من اي لبي لاف اوف اكس دي اكس هو وين غير متصل عند الاي بستبدل الاي بسي وبقول سي تقول للاي وباخذ الليمت تمام وهي البي اف اوف اكس دي اكس تماما بالضبط انا وين غير متصل عند الـ A هي اللي استبدلها نفس الكلام السؤال الآن أنا بحكيش لما لا نهاية أو من سالب منها لما لا نهاية أنا بحكي على فترة هي الـ A وهي الـ B صح؟ فلما الـ C بدها تقول للـ A هل هتجيها من هان ولا من هان؟ من جوا الفترة لا أصلاً برا الفترة احنا بنقول الاقتران متصل على هاد ملناش خارج الفترة نهائياً صح؟ أنا شغال جوا الفترة إذن الـ C بدها تقول للـ A من جهة إيش؟ اليمين لهيك معبرين عنها سي تقول لأي من اليمين طيب لو كان الاقتران متصل على الفترة A و B هتكون مفتوحة من عند البي هتكون التكامل من A ل B ل F of X DX بده يساوي الليمت خلي سي تقول لبي من وين بدها تقول لها من الشمال صح لا تكامل من الA زي ما هي والبي بنحط بطرحها
سي ل اف اوف اكس دي اكس. صار سؤال عادي برضو زي اللي قبل شوي، بس هم في حدود للتكامل. ولو كانت رقم ثلاثة اف اف اوف اكس از ديسكونتينيوس ات سي، وير سي انتيريور بوينت، نقطة داخلية تقع ما بين الاي والبي داخلية، حنجزئ الفترة من اي لسي زائد من سي لبي. السي هي سبب اي نعم اللي هي اللي بيكون عندها الاقتران غير متصل، سبب الفيرتيكال اسمتوت. فبدنا ناخذ الليمت عندها، وهذا بتنعمل ليمت وهذا بتنعمل ليمت. هاي عندنا اكزامبل اللي هو اكزامبل 4، تكامل من 0 ل 1 صفحه 76 ل 1 على جذر اكس دي اكس. واضح انه المقام او الاقتران غير متصل عند الصفر. هل الصفر احد حدود التكامل؟ نعم. نعم. نفس السؤال، ممكن اجيب لك سؤال في الامتحان اقول لك التكامل من 1 ل 2 ل دي اكس على جذر اكس، ما لهش دخل في الامبرابر نهائي، هو غير متصل وين؟ عند الصفر. هل الصفر احد النهايتين؟ طب جوا الفتره يبقى بصير سؤال تكامل من 1 ل 2 ل اكس والسالب نص دي اكس وتساوي 2 اكس اس نص من 1 ل 2 بصير 2 جذر. سؤال عادي جدا، ما نغشش في منظره واكون انا مدبوح وانا بحل في التمرين وبحل كل الاسئله في الاخر هذا سؤال زاد ليميت. ليميت ايش؟ طب لما سيت اقول لايش ولا ايت اقول لايش؟ ما فيش. مزبوط، اخذ بالي زي ما غشيتكم قبل شوي وقلت لكم كونفيرج ولا دايفيرج لازم يكون من واحد لما لا نهايه. قال لي مش شرط لواحد، لو قال لي من اثنين لما لا نهايه، من عدد لما لا نهايه بمشي الحال، ممكن نعممها لكونفيرج ودايفيرج مش يعني الواحد منزل. اوكي، لما يقول لي تكامل مثلا الانتجريشن تبعي من صفر لما لا نهايه، ممكن اقول هذا من صفر لواحد زائد من واحد لما لا نهايه، صح؟ هذه بتاخذ الحكم. اذا هذا دايفيرج ونضيف لها مليون اي حاجه بتضلها دايفيرج. لو كانت كونفيرج هذا بكون محدود، اهم حاجه الاقتران اللي جوا يكون قابل للتكامل، صح؟ قابل للتكامل. اوكي، فقصدي يعني ممكن واحد لما نهايه اثنين لما نهايه ممكن نمشيها. نشوف التكامل تبعنا، بقول لي التكامل من صفر لواحد لواحد على جذر اكس دي اكس، بنقول هذه مربر انتجرال اوف تايب 2، مش هقول له ولا حاجه، بقول له هذه الاقتران غير متصل عند الصفر، صح؟ وهي احد النقط، يبقى بيسوي لي ليميت. بدي اخذ هنا سي، بدنا ناخذ سي تؤول للصفر من اليمين، صح؟ مش عارف، انا مش عارف صفر من يمين ولا شمال، هي الصفر هي الواحد، خلص بدها تروح هيك من وين؟ من اليمين. الرسم بيساعدني جدا، لمين؟ من سي لواحد، وهذه اكس والسالب نص دي اكس، حيساوي لنا الليمت لما سي تؤول للصفر من اليمين. طبعا لما اجي اعوض بعوض بصفر ولا يمين ولا شمال، بس منطقيا انه سي تقترب للصفر من اليمين، بمعنى لو مر علي جذر السي عدد حقيقي موجب، يبقى له جذر تربيعي ولا لا تفرق عندي، لكن لو من الشمال بقول له دايفيرج ولا لا فيش عدد حقيقي. فهي اهميتها تكامل. حنقول هنا ايش قلنا؟ 2 اكس اس نص من سي لواحد، يعني 2 ليمت لما سي تؤول لصفر من اليمين ضروري الليمت ل 2 جذر اكس ناخذها من سي لواحد، يبقى حتساوي لنا ليمت لما سي تؤول للصفر قوس للواحد 2، 2 ناقص 2 جذر سي، صح؟ وسي بقديش؟ سي 2 ناقص 0 ويساوي 2، صعب؟ فاهمين؟ المحاضرة جاي يقول والله احنا كنا نقول لك مجاملة واحنا زهقنا وتعبنا. في فيديو بيشهد عليكم. مش اوكي. طيب مثال خمسة نشوف. هو اخر مثال وخلص. خمسة. طب نطلع فيه بس نطلع زيك الحين بديت اضغط عليكم انا. نشوف بس نطلع فيه مثال خمسة نشوف الفكرة بس. واضحة ولا لا؟ بقول لي التكامل من صفر لثلاثة. وين غير معرف المقام؟ عند الواحد، الواحد ضمن الفترة ولا لا؟ من صفر لواحد زائد من واحد لثلاثة، هذه بليمت
وهذه بليمت صح. وفي الحالتين العدد يقول إلى الواحد، مرة من اليمين ومرة من الشمال حسب. والاقتران اللي تحت عند اقتران من درجة الأولى، وإحنا قلنا القاعدة متذكرينها، تكامل A X زائد B أس N D X بساوي A X زائد B أس N زائد واحد على N زائد واحد في معامل X صح زائد C. فأنت لما يكون عندك X ناقص واحد أس سالب ثلاثة على اثنين بتطبق القاعدة، لو اثنين X زائد ثلاثة بتضرب هنا في اثنين. هاي السؤال وبنعوض مرة بواحد وخلص، خلاص بنعيده بنشرح المرة الجاية. طيب كويس خلاص، يعطيكم العافية.